هنا كانوا الاول ايه اللي هو الجيل الاكبر منا ده، احنا الجيل الثاني. فهم كانوا طالبين ناس وكده، والدتي جابتني كنت انا عندي 10 سنين كده صغير. مسكونا بقى نقول عطونا بقى حب الصوف صغيرين كده، وجابوا لنا وعطونا النول كل اربعه بقى خمسه قاعدين عليه على النول. سدنا بقى ايه شبر كده صغير، وقعدنا بقى ايه نتعلم فيه، نفك ونحل ونشتغل وحلو ووحش، لحد ايه ما قبضنا اول قبضيه بقى، دي كانت فرحه كبيره. بقيت ايه طبعا هنا يعني هشتغل في الزراعه، انا بقيت فنانه، وفنانه ايه بقى عالميه، يعني شغل ايه وصل العالميه. وعلمنا عيالنا وبقى كويسين وحلوين، وادينا ماشيين برضو مبسوطين من شغلتنا وفرحانين بيها خالص. تجربة النسيج في الحرانية هنا من شقين، اللي هو الجانب الفني والجانب الاجتماعي، وده لأن نساجين كتيرة جدا رجال وسيدات بيسافروا معانا يحضروا المعارض الدولية، يعني بيسافروا إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا، سافروا كل البلاد دي كلها. ولما بيكون في معرض من هذا النوع بيبقى اللي بيفتتح المعرض بتبقى شخصية عامة مهمة، سواء ممكن يكون السفير المصري او وزير الثقافة بتاعت الدولة المستضيفة او ملك او ملكة، يعني بتبقى الفلاحين البسطة دول بتوع الحرانية اللي اصبحوا فنانين بيقابلوا الناس دي كلها، فالمجتمع بتاعهم في الحرانية هنا بيبص لهم نظرة عظيمة جدا، بيبقى فخور جدا بيهم. It's a beautiful spot with some of the best art we've seen in a long time. Beautifully made and something original from Egypt that we can take back. Besides the pyramids and all the other wonderful things here, this is some beautiful art that we can take back with us.